أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من ينكر خروج المسيح الدجال؟ ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك قبل أكثر من 1400 سنة ولم يخرج إلى الآن، وما أظن هذا إلا كذب منه. أعوذ بالله، هذا ما يخفاكم أن هذه ردة من الإسلام. يقول: ما أظنه إلا كذب من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك في ردته، ومن توقف في ردته فهو مثله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.